تيست 1 2 3. السلام عليكم احمد وشونك اكس بونج، مقطع جديد باختصار جديد. مقطع اليوم وبكل بساطة هو عبارة عن خلف كواليس الاشياء اللي صورها بسيناريو جراند او سلسلة جراند الحياة الواقعية اللي صورناها لكم ونزلت قبل اسبوع. اللي بتشوفونه اليوم يا عيال هو ولا شيء من التعب اللي نتعبه عشان نطلع لكم شيء ممتاز. هذا فقط جزء بسيط، ما قدرت اني اجيب لكم اشياء ثانية ولا في اشياء كثير مرة، لكني احذف المقاطع للاسف. جبت لكم اشياء حلوة باذن الله تضحكون وتبتسمون معانا اليوم وان شاء الله يعني تنبسطون. زبده ما بيطول في المقدمه، ترتيب اللقطات بين الموسم الثالث وبين طالع الموسم الثاني والاول للاسف محذفتهم، فاتمنى تعجبكم. فاذا عجبتكم وضحكتوا وسويت او انبسطت يعني عطنا لايك، واذا ما انبسطت برضو عطنا لايك، معروف النظام ما عندنا ديسلايك احنا، ولا حط اللي تبغى ما في مشكله. شكرا لكم، صلوا على نبينا محمد. مع السلامه. صح صح صح، ممكن باي لحظه تنزل لكم حلقه كذا سبرايز، ففعل الجرس وتاكد انك مشترك الان. ايوه تأكد، أدري إنك ما بتتأكد بس ما هي مشكلة. سلام. 2 3 بدينا. يا عيال لطيح. مشكلة ما أشوف شيء. ولد الناس هنا صعبة، الناس هنا صعبة، مزلمين. ما أشوف شيء، مرة ما أشوف شيء. ما عليه بسوي لك كفي، كملوا عادي. إيه ثواني شلون تطلع يا ذكي؟ كمل بس كمل. خلاص عاد مش دي الطيحة، خلت أمي. عيال تعالوا بفتو لا حد يضحك. وين نواف؟ واه تحت وظلوا وبزم. قاعد اطيح. الله ياخذ امسكوني يا عيال. يا امسكوني. تعالوا هنا كلكم. يلا وراكم معك. يلا كمل واحد يلا اكشن. يا عيال مع بعض. متأكدين هذا هو المكان الحين ولا لا؟ ايوه بس خلينا نتأكد في احد ولا لا بس. نقرب شوي، لا نجي نقرب. ثواني. يا عيال انتبهوا يا عيال نقرب مرة. لا نوصل. اه يا عيال صفط. ناصر معلي ناصر ناصر شباب واحد يمسك ناصر يا شباب بمسك ناصر. انت ليش جابك هنا عندنا في دولة ثقلاي؟ انا وين؟ انت بلوك ثقلاي. سكت اليماني ذا والله اضحك انا. مالي كمل على نفس الموضوع. يا رب الله يرضى لي عليكم. وش اللي ثق لايف؟ انا وش جابني عندكم الحين؟ انت هنا في لوك ثايف عندنا. ثلاثة اكشن يا اخوان. الله يرحم يا اطالبكم. ابدأ اتكلم خلاص. خلك ابدأ روق شوي بس لما ادخل جو بعدين تكلم. خذ راحتك اوكي. بس ثواني ارجع مكانك رقم 2 عشان صح عليك. بس انا ابغى جلسة سريعة. كم رقم الجلسة؟ لا مو كذا. ارجع تربع. وين دقيقة؟ انظر يا كابتن. حياك الله كابتن. ولدك انزل والله وفقك. انزل امشي انزل تركب سويه امشي اسوق. وين بنادي؟ وين اقسم بربي ما يوصل سويه حراسات اللعنة. يا بنادي اتحكم الدولة بنادي. يا خلت كيف رفعت يدك وانت بالطيارة؟ كيف رفعت يدك وانت بالطيارة؟ انزل عدها انزل عدها انزل عدها. تعب نفسك بس الله يبيض وجهك. مترا الله يعين على الاقلاع هنا. عبدو وين نروح؟ يمين وين نروح عبدو؟ احنا في وسط المدينة. الله يمين يمين على يمين والمنارة. الخلف اسكت الله يلا جيك هابطينا يا ولد. ما اقدر اضغط. حلو تم واحد ممتاز. ايه واحد يا. 2 3 بدينا. بسم الله. تراني ما اعرف اسوق طيارة بدون جناح يا كابتن. عندك بدون جناح احنا شو موقعين؟
اقول له احنا الجلافه واحد يقول عندك بدون جلافه بدينا ضحك هذا روق 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 خلاص الحين كم بيجي كم بيجي جناح يلا واحد الله وجهك انت والله انك ما قصرت ابيض وجه والله انك ابيض وجه حي حي يا ولد انت جاك حي ولا ما انت بحي ما عليك قاعد تحدد بالخريطه لا حي حي حلو يلا بس الطياره ما تبغى تمشي ترى بنطيح ترى بنطيح ترى بنطيح لا عندهم الطياره اسمعني يا حمار ميت انت يا عمر يا عيال وضع سليمه خلاص استوب خلاص خلاص ايه خلصنا لا ما خلصنا اصبر باقي اخر بارتي نازل حق السوالف انا ميت خلاص ايه بيقومك الحين بوديك الاسعاف لا 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 هلا هلا والله بليغه ما اقول والله اصابه بليغه مره انا حسيت فيها خذت السمكه بليغه قاعد ادور وضعيه خلاص المسعف بياخذه وبيدز فيه اوكي مسعف خليك جالس عند ناصر انت يلا ناصر انت قاعد ترقص ما تجاوب لا لا انا قاعد ارقص في مسعف سريع روح للمسعف سريع يلا طريق شلون انصاب دقيقه نعيد الباص مره ثانيه هذا قبع المسعف طير من عندي المسعف كان يعلي طيب دقيقه اشيله كيري ركب الموتر ودوس فيه ناصر انت اخ يا رحم امك انطم بس رول بلاي يا اخوي رول بلاي ريوس خليك جامد ايوه في مسعف هد مسعف 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 يا مصدع نشب دقيقه يا اوشات يلا 1 2 3 ارفع بسرعه شيله هلا 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 نزلني نزل المصب يا تقوم اخ 5 دقيقه وركي يا عيال وركي خلاص يا عليك على مندوبك لا تضغطني ها قم هذا الشيء اللي مقاهرني يا عيال تكفون اقسم بالله اوقفوا صل المدينه مع المواطنين كلهم واغمى عليه يوم جفر النووي كملوا حوارنا بنكل حسوا الو حسوا وينك الحين بسرعه حسوا نزل الجوال يا احمد ايش النمره الزق ذي كلها نمرات زق اصرخ نزل الجوال اخي اهلي تحت نايمين احمد دلع الشيطان لا مو باحمد خويك انا طيب يعني يا رئيس اقول لك يا رئيس السواحات لا يا رئيس اختصار يا رئيس لعن الشيطان وبعدين يقول لا 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 هدي يا رجال هدي اعصابك روق لا طولت اللالات قللها يلا طيب خلاص قصها لا لا ما اقدر عشان تنقطع مع صوتك قصها ما عليك كمل عد اللالات وقللها لا 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 كم لالات يعني لا ايوه بسرعه طيب يلا لا 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 كذا طيب يلا لا 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 زدت لا واحدة الله يلعنك يا احمد عد ابغى اكثر من واحدة اخلص كم تبي ثلاثة عد ونوع قول ورا بعض عشان اعطيه المنتج ياخذ الافضل يلا اوكي يلا ورا بعض لا 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 ما تجبل عن خيرك ايش يقول الله يلعنك خلاص عد قول لا قول كذا هدي قولها ثلاث مرات هدي ايوه نفسها بس نقص هدي واحده الله يلعنك وقت من الاخيره كان جت طلقه في راسك فيها
هدي 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 الأخيرة ما مدت. هدي 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 ملعن خيرك ملعن خيرك ملعن خيرك مدها يا أحمد كذا 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 شوف 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 طالعني 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 هدي 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 شفت ايوه يلا حقت الطلقه دخلت اخلص هدي 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 يا احمد هدي هدي السياره عبدو ايوه جاي العشاء والله ما تروح مكان يا عبدو العشاء موجود علي الحرام انت الحرام جنه ربيع والله ما تروح وقف وقف بس لا خله خله ذكي ذكي خله وجه القبلة وجه القبلة وقف يا بقرة الحق العشاء الحق الحق لا ما يروح عشانه